سائل يسأل أنه شنو، أو مثل ما حضرتك سألت شنو الفائدة يعني، أوكي هذا اعترف هذا اعترف هذا اعترف، لأن المهم هي الدولة أنه تعترف، لا المهم أنه أكو زخم دولي على هذه القضية. أنت تعرف في الشرق الأوسط أو ربما في كل الدنيا أكو قضية مهمة كبيرة يتم تسليط الضوء عليها يوم يومين أسبوع أسبوعين، بعد ذلك نلتهي بأمور أخرى. إحنا ما خلينا قضيتنا تنسي، تبرد تبرد، ظلينا مكافحين يعني. آخرها قبل 10 أيام أنا في البرلمان البريطاني لعب قبل سبايكر، مع الأسف قبل سبايكر، مع الأسف سبايكر اللي نسيت وراحت في البرلمان البريطاني، صوتنا كان أعلى من صوتنا داخل هنا، لأن إحنا نحتاج هذا الزخم الدولي. البرلمان العراقي كان مفروض، وإحنا الآن نعمل حقيقة على مسودة لقانون هو قانون الإبادة الجماعية للإيزيدين، وأنا أتمنى من كل الكتل السياسية التفهم. يعني إحنا مرات لا راح يقولوا لك سوينا لك قانون مال الناجيات، لا هذا ما له علاقة، ما قانون الناجيات ما له علاقة بقانون الإبادة الجماعية، هذا شيء وهذا شيء آخر. هذا فقرة أنه فعلا ما حصل كان إبادة، ولكن عندما يكون هناك قانون كإبادة جماعية وعليه تترتب كثير من الأمور، هناك تعويضات للضحايا، هناك إعمار المناطق، هناك تعويض، هناك العدالة الانتقالية يجب أن تكون موجودة، هناك تجريم من فعل هذا. هنا إحنا نتمنى من الكتل السياسية أن لا تأخذها بحساسية، انه لان تعرف انه كثير من الدواعش كانوا حقيقه من العراقيين، 90% عراقيين وجوارينكم والعشائر العربيه دائر مدار قسم منهم، احنا ما نريد نتهم الكل. هسه عرفت سبب انه ليش البرلمان العراقي ما معتبر اللي صار للازيديين اباده جماعيه، لان راح تترتب عليه قضايا اخرى طبعا جبر. لازم تترتب مثل ما تم السكوت على موضوع سبايكر، لا يمكن لا زين لا. اي هذا مين سكت عنه؟ نفتح جروح ونبقى احنا مجروحين. استاذ احمد انت تعرف احنا لحد هسه 80% من ناسنا قاعدين بالمخيمات بهذا الحرب، جوا خيمه من نايلون، هذا عاد الفساد اللي موجود، هذا بعدين نحكي به. تعرف عندنا 2300 بنيه وطفل لا يزالون مخطوفين. تعرف انه احنا قبل شهر حكومة إقليم كردستان جابت 6 بنات من دولة مجاورة، هسه بعدنا دنجيب ناسنا من مخطوفين لحد الآن، وأكو داخل العراق وخارج العراق.